مرحبا مرحبا يا صغار، مرحبا. اليوم انا وصنفور غضبان سوف نفعل تحدي اخر. فالتحدي الماضي لم يكن عدلا في الخشبات، هذه المره سوف نلعب في تحدي الكرات. انا وصنفور غضبان، هذه الكرات سوف نرميها انا وصنفور غضبان على هذه الطاولات. انت ركز قليلا صنفور غضبان، تعليل الخط، سوف نرميها تماليك طق 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 وتقع في شاحنة هنا. الذي يدخل في شاحنة أكثر هو الذي سوف يربح. حسنا صنفور غضبان، أنت جاهز؟ أنا جاهز. مستعد؟ مستعد؟ نعم. هيا أفرغ الشاحنة فيها كرات، لأنه هيا الآن هكذا سوف نلعب بالعدل. وقعت واحدة أم لم تقع واحدة؟ هيا بيدي. هيا بيدي. هيا هيا بنا، سوف نرى من الذي سوف يربح. أنت في الأول أم أنا؟ أنا. أنت في الأول. إذا خذ. لماذا أضع الكرة هنا؟ هيا خذ من هنا للأرض حتى لا تخش. هيا لنرى من الذي سوف يربح. أنا سوف أراقب الوضع. الذي سوف يربح سوف يأخذ هذا الدبدوب. نسينا أن نقول لكم، هذا الدبدوب الذي يربح سوف يأخذه له. أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. هيا أنت على لا نشوف. هيا هيا اجعلك تخسر يا بابا صنفور. سوف نرى. هيا أنت تقع هنا. هيا أرمي. لك أنت أوقع أول واحدة دخلت. كيف فعلت هذا أنت؟ كيف؟ أنا أتركها. لا أخلص ثلاثينتك. ثلاثينتك أخلصها. أم هي انتظر نلعب أنت واحدة وأنا واحدة. نعم. ولكن هذا كيف سوف نعرف كم واحدة سوف تقع؟ لا خلص أنت وبعدها أنا أبدأ وأنا. نعم. الذي يدخل أكثر. لقد دخلت واحدة. دخلت أيضا هذه الأخرى. كيف تفعل هذا؟ واحدة واحدة، لا تستعجل. لم تدخل. لم تدخل؟ وقعت في الأرض. أنت تخش. لا، الكاميرا تصور كل شيء. كل شيء مصور. أي أرمي أنت هي. والله دخلتها ودخلها. كيف فعلت هذا أنت؟ كيف تفعل؟ تعلمني ها؟ في دوري علمني. حسنا. أرمي. مرحبا، لماذا لا تفوت؟ دخل لا تدخل، تغضبني كثيرا. وقعت على الأرض. لقد أدخلت اثنتان. خرجت هذا. أنت قد أدخلت ثلاثة طابات، أتعرف هذا أم لا تعرف هذا ذلك؟ كم هي؟ ثلاثة. دخلت ثلاثة؟ نعم. هيا. كيف تفعل هذا أنت ها؟ خرجت. خرجت إلى الخارج. لماذا تجعلني أغضب كثيرا؟ لم تدخل في الشاحنة، أنت ضربتها هكذا. هذه أيضا خرجت. أنت يجب أن تكون قويا. اغضب اغضب وأرميها. هيا. أنا أدخلتها لقد أصبح أربعة، ولكن يجب علي أن لا أعلمها. نعم سوف أدخل أكثر منه وأغضبه هذه المرة. أنت قل لنفسك أن هذه الطابات تغش كثيرا، أن هذه الطابات ليس فيها شيئا، إنها بلاستيكة. أنت عليك أن تكون راميا مسددا معددا. هيا. أيوة هكذا قنص. أرمي. أنا بقول لك كيف؟ أنا أعلمه. الحق علي لازم أنا أعلمه. إنه أدخل كم واحدة يا ويحي. أصبحوا خمسة طابات. هيا أرمي هيا. أدخلتها أيضا. لقد أصبحوا ستة. سوف أرجع عندك أختار يا بابا صنفور. هيا هيا أرمي. هذه صفراء مثل الليمون. سوف تفقس معك. تفقس تفقس. دخلها أيضا. ما هذا؟ إنني خسران الآن على ما يبدو. خسرت كثيرا وعلي أن أرمي. أنا هذه الطاولات كلها أن تفوت في الشاحنة. لنرى. لنرى. ما أنت أدخلتها كلها، ماذا بقيت منها؟ خرجت. خرجت أيضا. هيا هنا. هيا أنا أراك. الكاميرا تصور كل شيء. الغش ممنوع والعدم مدفوع. خرجت. أنت افتخرت بنفسك كثيرا حتى هكذا. عليك أن تخسر يا بابا صنفور. عليك أن تكون متأدبا مع الكبار مثلي. هيا. نعم والله. واحد اثنان ثلاثة ستة أصبحوا ثمانية. خرجت. من ثلاثون طابطة أدخل ثمانية، ولا يزال لدي عشرة طابات. أصبحوا تسعة. أوعي. سوف أجعلك تخسر يا بابا صنفور. لن أخسر. أنا صنفور غضبان لا أخسر. لم ألعب بعد. لم ترى لعب بابا صنفور. والله أدخل هذه أيضا. هذه الأبراج هذه صنعناها حتى لا تخرج الكرة هكذا أم هكذا، لأنها صعبة. انظر تنط وتنط وتحط. أدخلها. أصبحوا كم واحدة؟ واحدة اثنان ثلاثة خمسة
11 طابة. هيا هيا اكمل. لا عليك انت. لا عليك ارمي هيك وهيك. هيا. ويا هي اخرجتها. هيا 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 واحدة اخرى. هيا هيا طابة جميلة. انها زرقاء. لا تجعلني اغضب كثيرا. هذه الطابة من قبل. خذ الشاحنة. لن تدخل. لن تدخل. قلت لا لا تدخل انها من سنافر هذه. انت شجاعة جدا. انت تعالي الي لا تدخلي هنا. ما تدخل وليس كيف قال ادخلها والله. كيف تفعل هذا ها؟ كيف تفعل هذا؟ ارمي انا سوف اتعلم منك. انت دخلت كل الطابات هكذا هكذا. يا ويحي والله ما يكيف. تعرف تغلب تخسر. لن اخسر. تتعرف عليك. هو تخسر يا بابا صنفور. صنفور غزبان لا يخسر. لم ياتي دوري بعد. عندما ياتي دوري. ما هذا؟ هذه الطابات ليس جميلة. إنها ريلة ريلة حيث تضرب إياه. إنها تجعلني أخطر. لماذا؟ لن تخطر لن تخطر. خذ الخطة كثيرة. لقد طلعت الطابات فوق بعضها بعض. أرني؟ أدخلت الطابات كلها. هيا أرني أرني أرني. فتجعله بابا صفور يا حسين. والله وسأخذ هذا الدبدوب الكبير. أصبح وضعي صعب ولكني قوي سوف أهزمه. خرجت. أبقى لك ثلاثة طابات فقط. من هذه سوف تجعلني أربعة. من أجل هذا الدبدوب لأنه نفس اللون. نفس اللون نعم. ولكنها ستذهب إلى الدبدوب لن تدخل إلى الشاحنة لأنها نفس اللون. لا سوف تدخل إلى الشاحنة. ارمي لي نارا. هذه الطابة سوف تجعلني أربعة. ارمي لي نارا. انظر. أنا أقول لك ذهبت إلى الدبدوب ولزقت به. يجب لي واحدة ثانية. أيضا من لون الدبدوب. هيا تعالي إلي إلي أنا. اخر واحد لقد غضبتني كثيرا. اخر واحد اي ارميها 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 وكن ملصقا بالطابة. اخر طابة. دش 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 دش. ادخل لقد ادخل تقريبا نصف الكرات. هيا لنعدهم. هيا لنعدهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشرة كرة. من 30 كرة أدخل نصفهم. إنه شجاع والله. إنه منقرض سنافر. أنا أعرف غضبان شجاع. هيا سوف يأتي دوري. أدعني 30 طابة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر عشرون تسعة عشر أحد عشر واحد عشر اثنان عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر بقيت ثلاثة. أحضر لي ثلاثة. هيا هيا أحضر لي ثلاثة. أحضرت ثلاثة؟ نعم أحضرت ثلاثة. هيا لنرى. سوف تخسر يا بابا صنفور. لن أخسر. أنا بابا صنفور ألف ودور. أنا شاحنة فارغة الآن. ترون ذلك يا زكانك؟ إنها فارغة. فارغة. سوف أبدأ. هذه زرقاء طريق السنافر. إنها من لوني. من لوني أبناء شعبي. اضربي واخرجي. إنها تدريب تدريب. أيوة. دخلت وخرجت. هذه مثل لوني بابا صنفور الأحمر. لا والله كيف ايش انك تغش. رجع لي الوراق قليلا. لن تدخل ولا واحده وتقول اني يغش. ماذا تريد؟ انا ارمي نفسي. هذه واحده. هذه بيضاء مثل لوني قلبي الابيض. ادخلي. دخلت وانت مثل اللون الحشيشه الطيب. ادخلي. دخلت. انا سوف افرجك اليوم كم واحده سوف ادخل. بابا صنفور لا ينسى. ادخلي انت ايضا. انا خرجت. يا رب. سوف تخسر يا بابا صنفور. ادخلي انت يا حمراء يا جميله. دش دش قولي لي ويلي. سوف ادخل وعزي. اي ادخلي. دخلت. اربع طابات. ادخلي انت. لماذا تذهبين هكذا؟ لماذا؟ لماذا أنت حمراء أم صفراء؟ ادخلي أنت. لقد رجعت إلي. ما لا تحبك. لا تحب. تحبني عادت إلي. اذهبي أنت. ادخلي. أدخلت خواه. أصبحوا خمسة. بقي بس بعد هنا خمس كرات. بقي لي عشر كرات حتى نتعادل. أيوة. ادخلي أنت. أحسنتي. ادخلي أنت أيضا. ادخلي. خرجت. لما تخسر يا أنا هذا ليس مجد. سنفرض وانا يخسر. ادخلي أنت. ادخلي.
لا تدخل. سوف أخسر. يبدو أني سوف أخسر هذه المرة. أدخلي أنت. لماذا يذهبون هكذا؟ كيف؟ أخبرونا في التعليقات لمن يكون هذا تبدو. ماشي. من نصيبي سنفور غضبان ولا من نصيب بابا سنفور؟ لقد رميت كلهم في الخارج. كم واحد هنا؟ واحد. أدخلي. أربعة خمسة ستة. أدخلتها. أصبحت سبع كرات. أدخلي أنت. يحرق. أدخلي أنت. لماذا؟ هل يدي أوجاع ولا ماذا المشكلة؟ أدخلي أنت. حصلت. خرج الكرة. لماذا دخلت وخرجت هكذا؟ أنا إني ما تقول سبعة. لازال أقرأ سبع كرات لديك. سبعة. نعم. واحد. نعم. سبعة كرات. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. أدخلي أنت. لم تدخل. ثمانية كرات. ثمانية كرات. نعم. أدخلي أنت. أنت لا لم تأكل. لا. الله. لقد خرجت. أمي. أنت تخش في هذا المكان. هذا وضعته هنا. نعم. تضعه لي الأخير. أذهب أنت. قنص هكذا وأضمي هكذا. ما هذا؟ أترى أن هناك بشم في الموضوع. هذا ليس حتى. ليس ذنبي. أنت لا تعرف الرمي. انظر هذه وقعت من يدي فأنا مرميها. أدخلي أنت. أدخلي أنت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. لديك تسعة كرات. هنا في هنا. أدخلي أنت. أصبحت عشرة. أصبحت. أدخل أنت. لم تدخل. لم تدخل؟ لديك أربع كرات هناك. لا. لا أنهم عشرة. صفر مني. أدخل أنت. دخلت. هنا أحد عشر. أحد عشر. أدخل أنت عشر. خرجت. بابا سنفور كم خسر؟ خسرته. بل خسر. دخل كله الذي رميته في النهاية. أخبرونا بالتعليقات. من هو هذا الدبدوب؟ لقد خسرت أنا وربح الدبدوب هو. خذه يا أخي خذه. لم أربع سوى 14 كرة. ولكن أنا أصابة. لقد تعبت لقد ختيرت أنا. وهذا لا يزال شابا. من أجل هذا. والله لا يخسر. لقد ربح علي والله. ولكنها صعبة أنها لعبة صعبة. لا أنا لا أعرف. ولكن سوف أغلبك في تحدي آخر. هذه المرة غلبتني. ولكن المرة القادمة سوف أغلبه وأعيد الدبدوبي. دبدوبي أن سنفور غضبان لا يخسر. في المرة المقبلة سوف نعيد الدبدوب هذا والذي يربح سوف يأخذها. قبل التحدي سوف أعيده. قبل التحدي. نعم. هيا. قل وداعا يا سنفور. وداعا. لا تنسوا أن تقوموا باللايك وتشتركوا في نفس القناة. نعم. وفعلوا زر الجرس. في قناتنا أسد. لكي لا أغضب عليكم. سوف يغضب كثيرا. نعم. يغضب ومن عليك. اشتركوا في القناة. كل أغضب. نضربكم. ولا تنسوا اللايك. كفا بوكسا. نعم. هيا. وداعا. إلى اللقاء. وداعا. هيا. لنذهب لنسنفر. هيا. هيا. نمدر.